السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق الجراوي الالكتروني. جراوي كويسه باسعار ممتازه والفصائل اللي انتوا طلبتوها. في البدايه واهم حاجه هنصلي على النبي وعلى افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نخش السوق ونشوف ايه اللي معانا. الدكر اللي انت شايفه قدامك دلوقتي ده، اللي هو لونه فون في ابيض، اتجوز النتاية دي اللي هي تقريبا نسخة منه. خلفونا بقى شوية، عارف انت، عسليات مستوى ممتاز، بحجم، بتفاصيل حلوة وتناسق، سواء التناسق في اللون او في الشكل والهيئة. بكام يا عم الحاج؟ ب 2000 جنيه الحتة. الجرو ب 2000 جنيه، قابل للتفاوض طبعا. مكانه كفر الزيات او طنطا. هو بيقول لك انا ما بين الاتنين، ما بين كفر الزيات وما بين طنطا، فهو كده ماشي كده ماشي. طيب تعالى، الراجل ده يعني ابهرني بمفهوم صغير، اللي هو صور الحاجة حلو بامكانيات قليلة، وفي نفس الوقت حتى يعني مش مبهرج الموضوع، لكن عرض الحاجة في افضل صورة ليها بكل بساطة، مش حاطط يعني لمسات كتير، بس البساطة في الموضوع مخليه شكله حلو. والجراوي اللهم صل على النبي مش محتاجة وصف ومش محتاجة تتصور، الله أكبر. الأهالي حلوة والجراوي طالعة جميلة، وفي ناس هتستغلى السعر، لكن أنا شايفهم يستاهلوا أكتر من كده. أخونا أشرف من أسوان بعت لنا جروين جيرمان إنتاجه. الناس اللي عايزة حاجة للحراسة في الصعيد، أسوان فيها شوية حاجات حلوة اهي. ما شاء الله جروين كويسين وألواناتهم حلوة، والأهالي عنده صور الجوازة والفيديو والأم والأب، كل الشغلانة دي عنده في البيت. روح اتفرج، خد راحتك، شوف الدنيا فيها ايه، وشوف اللي انت عايزه. طيب بكام يا عم الحاج؟ الجرو ب 2000 جنيه قابل للتفاوض. طيب ليه ب 2000 جنيه؟ عشان جاي من ظهر اهالي، ظهر عدل، ديل لمس للارض، ماسك كمامة، والاب ماسكه مقفول شوية عن الام. فالاهالي دي ترمي الجرو من ابو 2.5، وعشان اشرف اخونا فاحنا بنقول ب 2000 جنيه وبنضحي. الام كويسة طبعا، الام عشان نايمة من خلفة، فزي ما انت شايف والجو حر اصلا، ودي أسوان، فالموضوع مش محتاج إن أنا أوصف لك أكتر من كده. فطبعا المفروض الجراوي حتى تكون خاسة عن كده، لكن في اهتمام والأب تقيل، فالموضوع برضو إيه كويس. روح بص على الحاجة، خد راحتك. هما دلوقتي عندهم حوالي 40 يوم أو 42 يوم بالكتير. هو لما كان بعتهم لي كان عندهم 35 يوم تقريبا، في الفيديو ده عندهم 35 يوم. فانت روح بص واتفرج، شوف الاهالي، شوف دمهم ايه، دمهم حامي ولا نايين، خصوصا الاهالي، لان هو ده اللي بيطلع في الجرو وراثيا، يعني الموضوع بيبقى وراثي شوية. وجس شوف الدنيا فيها ايه. بس انا شايف الجرو كويسة، وبرضو عندنا في الصعيد قليل قوي اللي هو تلاقي كلاب مستويات كويسة، أو يعني هما مش غاويين قوي في الصعيد، بس هما غاويين خيل أكتر من كلاب بصراحة. بس برضو في ناس غاوية وبيبقى عندها حاجات كويسة. حتة الآيس كريم فانيليا اللي انت شايفها دلوقتي دي، اتجوز وخلف حتة الآيس كريم شوكولاتة فانيليا اللي انت شايفه قدامك ده، عارف انت اللي هو ايه، لعبة، حاجة صغنططة كده، و بيبقى حبوب قوي مع الاطفال الحاجات دي على فكرة. طيب هو عنده 4 شهور، الحجم اللي انت شايفه ده عنده 4 شهور، سعره 700 جنيه، مكانه دمياط. تواصل معاه لو انت عايز تنفذ الحاجة دي، بتتباع من 700 ل 1000 جنيه تمامه، يعني من 700 ل 1000 جنيه. لو كان ابيض صوفي زي الاب كان هيتباع ب 1000 جنيه، بس احنا برضو عشان احنا اخوات بنكسر مع بعض في السعر عشان الدنيا تمشي. فهو السعر ده مش سعر نهائي، قابل للتفاوض. الراجل الطيب ده بعت لنا جراوي مالينو الحتة ب 6000 جنيه. زي ما انت شايف مستوى كويس،
هو معاه نتايات بس، غالبا هو معاه نتايات بس. المكان في الجيزة، الأب وأم موجودين، لو أنت عايز تتفرج متاحين الأب والأم. في ناس هتتكلم على حتة الجرافطة اللي ماسكة في الرقبة بتاعت الجروية دي، هي كل ما كانت الرقبة أو الصدر بتاع الكلب المالينو يبقى فيه نجمة أو فيه خط صغير، ده يبقى أحسن، ده للأمانة. إنما كل ما بتطول تبقى جرافطة أو تعرض الحتة البيضة دي، مش هقولك بتقلل من قيمة الكلب، بس إحنا كغاوي مصري أو كغاوي عربي بيحب الحاجة في عارف أنت، في كامل الحلية بتاعها اللي هي في كامل أناقتها، يبقى شكلها أحلى حاجة. فماشي، إحنا مش هنتكلم في النقطة دي كتير، تعال نشوف إيه الكلام. برضو فيها شرابات مقفولة شوية، يعني مش فون صريح، فيها ماسك كويس، فيها لون قافل شوية، ده بيبقى محبب عندنا. نفس الراجل بقى كان عنده الدكر اللي انت شايفه دلوقتي ده، طلعه وباعه خلاص، لكن متهيألي هو على ايده، يعني هو قد باع، بس لو حد عايز يجوز هو اكيد عارف بايعه لمين او معاه رقم اللي بايعه له. فانا شايف ان الدكر ده يستاهل يتفرخ، هو اتباع، بس انت لو عايز تجوزه تواصل معاه برضه، هو اكيد عارف الراجل اللي بايعه، ولما يجيب له جوازه ممكن يتقاسموا هما في الجراوي مع بعض. بس انت النتايه، لو معاك نتايه الدكر ده يستاهل يتفرخ. ده جرو ماستف، من الحاجات اللي هو انا عارف ابوه، يعني ابوه كان حاجه تقيله شويه. هو مكانه اسكندريه سري بشر، الجرو زي ما انت شايف عنده حاليا حوالي شهرين ونص حاجة زي كده. طبعا الكلب داخل في المساخة بقى ان هو ايه، هيبوز بعد كده، يلم البوز ويعرض الدماغ وما الى ذلك، بس هو ابوه تحفة للأمانة. ومن الدقهلية حتة اسمها بالاس، جايلنا الجرو القمر ده، هو صاحبه بيقولك انا مش فاضيله، وانا كنت شاريه ب 4000 جنيه وببيعه دلوقتي. دي صوره وهو صغير اول ما اشتراه، وهوريك بقى ايه شكله دلوقتي. هو جرو مازال في حتة حلوة، ومازال يتقال عليه ان هو تقليب كويس وممتاز، وسعره يعني هو الراجل بيقولك انا شاريه ب 4 وصارف علاجات، وصارف مش علاجات، تطعيمات يعني وحاجات كده. فاللي هو يعني ايه، انا مش هقول لك نطلعه 8 تطعيمات، احنا هنقول زي ما هو اشتراه ب 4000. هو كده كده راجل مش فاضي، عنده كلية فبيطلعه يعني. طيب تعالى نتكلم في مميزات الكلب ده شوية. اول حاجة، هو مش شرس حيوانات. الروت هو الطبيعي بتاع الروت اصلا ان هو يبقى شرس بني ادمين اكتر، لان هو كلب معمول للحراسات الشخصية. دي الام، ودي صورة الأب برضو جاي من ظهر أهالي حلوة، جاي من ورا أهالي جميلة، والراجل بيوديه عيادة خاصة عشان يهتم بيه، ومتطعم تطعيماته كاملة تمام. ده الدفتر بتاعه. طيب الجارو فيه مقاس حلو، في برضو طبعا هو داخل دلوقتي على سن مساخة، فهتلاقي البوز سنة، إضافة لذلك أخونا ما بيعرفش يصور كلاب كويس، بس هو الراجل عمل اللي عليه. طبعا هو الكلب ما يعني أنا شايفه ما يتباعش، لكن هو الراجل بيطلعه، خصوصا كمان في موقف أنت هتشوفه دلوقتي اللي قدامك ده، كلب بيلعب مع القطة. روت اللي هو المفروض لما بيشوف قطة بيمسكها من وسطها يقسمها نصين، يعني أعزكم الله يعني عن المشهد ده، بيلعب مع قطة. فده حلو، هتمشي بالكلب مش هيجري ورا قطط، مش هيشدك على القطط، هتبقى بالنسبة له الحيوانات زي الفل، مفيش أي مشكلة. برشحه جدا، خصوصا للناس اللي عنده قطة وعايز يشتري كلب بس مش عارف يدخل الكلب عشان عنده قطط، فده هيحل لك المشكلة دي من هو صغير كده متعود على القطط. الجوازة اللي انت شايفها دي ما بين هذان البطلين، الدكر الرويال مع النتاية البلاك اند تان،
طبعا الكلب وهو في فيديو الجوازة بتبقى شايفه مش أحسن حاجة، لأن هو مش بيبقى في أحسن حالاته. طيب مطلعين جراوي اتباعوا كلهم، واتبقى الست هانم سمراء اللون الأمراية دي بكام يا عم الحاج؟ ب5000 جنيه. هو قال لي يعني اخواتها طالعين بقى أعلى من كده بياما، بس دي ايه بيحل فيها ب5000. ده الأب ده فيديو بقى واضح ليه اللي هو ايه مرسوم رسمة، عارف انت رسمة أسود زي ما قال الكتاب، و زي ما انت شايف يعني الكلب مش محتاج اقول لك انه جامد وحلو، هو كويس هو كويس. ودي الام في فيديو برضو ايه خاص بيها وهي في احسن حالاتها. طيب زي ما قلت لك ب5000. هي اللقطة في القص ده ان هم مطلعين واحدة شعرتها ميديم، المفروض دول يطلعوا ده بديب، فدي الفلتة دي هو مطلعها ب5، اظن يعني ان هو مطلعها ب5000 جنيه عشان التركاية دي، ان هي المفروض تبقى دبدوبة زي الجرو اللي كان جنبها في الفيديو بتاعه. ماشي، الراجل مكانه برضو منوفية شبين الكوم، تواصل معاه لو انت عايز تشتريها. نتارت 6 شهور فيها شراسة بتاعت كلب عنده 6 سنين مش 6 شهور. مكانها البساتين القاهرة، الكلبة زي ما انت شايف فيها خشب وفيها عظم وفيها جمجمة، وهذا هو المطلوب اثباته، اللي هو اهم حاجة عندي تقليب. طيب دي ليه مميزة؟ اول حاجة 6 شهور يعني انت لسه ما حضرتش. تاني حاجة تقليب كويس. تالت حاجة الدم، طبعا حتة ان هي دمها حامي دي في حد ذاتها حاجة تحتسب ليها، حاجة تضيف لها نجمة. ضيف كمان على كل دول ان هي الخشب، يعني عارف انت الخشب العريض ده في النوتي متميز. وطبعا زي ما قلت لك ال6 شهور يعني لسه ما حضرتش، انت اول خيرها عندك. طيب هتقول لي بقى روح اجربها قبل ما اشتريها، يبقى انت بتهزر. ليه؟ انت بتعمل جرواية، ما ينفعش تروح تجسها شراسة او تختبرها في الشراسة اللي هو كأقصى درجة، لا انت اللي هو بس هتخش عليها هتشوف الدنيا فيها ايه بتهوهو، طب لو حطيت لها خشبة ولا حطيت لها قماشة هتعضها وهتركز معايا ان هي عايزة تهاجمني ولا لا كده يعني. خصوصا كمان ان انا شايف ان هو برغم ان الشراسة حاجة كويسة او امكانية كويسة في النتاية دي، الا انها مش حاجة اساسية. انا شايف ان التقليب ثم التقليب ثم التقليب في النوتي، اهم حاجة عندي التقليب الشخصية بس، ولا عايز شراسة ولا عايز الكلام ده كله. في ناس بقى بياخد النتايج ويطلع منها كل حاجة، كل غاوي على حسب دماغه. في غاوي زي جيسي بتاعت سوق الجمعة، نتايج جيرمان لو تفتكروها، صاحبها بيفرخ بيخليها تحرس بيديها لأي حد تقول يقول لها امشي معاه، خلاص مشيت معاه. عايز اقول لك لو شافت حد تعضه، لو حد جه على الراجل صاحبها تعضه، حراسة كل حاجة. لو تعرف تاخدها بحق، لو انت لوحدك ورايح عايز تحلها ما بتتحلش. ومش شرسة كلاب، شرسة بني آدمين بس، بتلعب مع الكلاب ولذيذة، ورغم ذلك بتفرخ ما شاء الله الله أكبر، بترمي حاجات اللهم صل على النبي. ف دي حاجة تضيف. وبعدين الروت كلب محترم بصراحة، برغم ان هو سعره نزل عمك جنة، اول ما نزل كان ب15000 الجرو، دلوقتي هو وصل 4 و5 وعايز اقول لك 1500 كمان، بس طبعا مستويات مش احسن حاجة. دي تستاهل حوالي 4 5 برضو في الرينج ده، خصوصا كمان 6 شهور معدية سن الخطر، جروية وعيلة، بس في نفس الوقت مناعتها هتبقى كويسة معاك. شوف فيها ايه الدنيا، هو الراجل بيقولك تقلبها احسن من اللي انت شايفه ده بكتير، وانا مصدق لان فعلا الفيديو بيخس من حلاوة الكلب لو هو مش متصور صح. روح بص عليها ولو تمام توكل، ان تاني مميز. ومن الشرقية ملوك الجدعنة جايلنا الجرو ده. بص انا كاتم الصوت على فكرة بتاع الكلب، بس هو سنه صغير يعني سنه ما يكملش ال6 شهور ولا ال5 شهور، هو 3 شهور
4 شهور حاجة كده يعني، بكبيره قوي 5 شهور. بس الصوت، خشنة الصوت والتركيز والشراسة بتاعت كلب كبير. اللهم صل على النبي، ربنا يبارك فيه ويبارك لصاحب نصيبه. الكلب مش عارف، الشرقية بالذات مميزة في الحتة دي. الشرقية يعني كلب جدع، كلب بيموت. وأول ما نزل المالينو، الناس بتوع الشرقية أول ناس اقتنت المالينو وخلته بيعمل أكتر من اللي كان بيعمله في الفيديوهات اللي احنا بنشوفها بره في الشراسة بالذات. أي كلب هتاخده من الشرقية شرس، ما تفهمش بيعملوا ايه فيهم، بس هم ناس بيعرفوا يشرسوا كلاب صح. طيب الحتة الجيرمان ده ولد وسنه صغير، ورغم ان سنه صغير الا انه بطل. عرقيه بوديل ماسك ودان 11، شعرايه ميديم. اقول تاني يعني هو حلاوته شرحه نفسها، مش محتاج كلام كتير، مش محتاج اقول لك تقليبه عامل ازاي. كلب او جار كويس ما شاء الله، ربنا يبارك اللي صاحب نصيبه يعني. فانا شايفه كويس جدا وشايفه يستاهل. دول بقى معرفش دول الاهالي ولا دول كلبين عنده هو بيطلعهم، معرفش ايه قصتهم دول. بس انا شايف وحشين قاعدين بكفوف عريضة، بمسكات محترمة، بشعراية حلوة، بديول كويسة، عارف انت، قاعدين قعدة ايه صفا مع صاحبهم كده في الضليلة، حاجة عراية يعني. وشايف الماسك اللي على اليمين ده والالوانات المقفوله دي مميزه جدا. لو دول اهل الكلب ده اشتري اشتري للامانه يعني، اللهم صل على النبي. لو حاجه من دول بتطلع، خصوصا لو ذكر وذكر فيه دم بيحرس، برضو اشتري. شوف الدنيا فيها ايه، تواصل معاه وشوف الاسعار كام. من مصر القديمة جايلنا البنوتة القمر دي، نتاية بيتبول عاملة 1500 جنيه. ما قاليش عمرها قد ايه، بس هي بالكتير عندها 3 شهور، 3 شهور ونص حاجة كده يعني. وجايلنا النتاية الجيرمان دي برضو من نفس الراجل المحترم، عنده شراسة بقى وطاعة وبتحضن وما إلى ذلك، وبيتكلم فيها في 3000 جنيه. النتايتين أحلى من بعض، روح برضو شوف الدنيا فيها ايه. ومن بنها الأليوبية جايلنا الجرو القمر ده، حتة دبدوب، عارف انت اللي هو ايه، اللهم صل على النبي اللهم بارك. دبدوب بمواصفات كويسة وألوان حلوة وشعرية جميلة. طبعا نفس المشكلة اللي كلنا بنعاني منها، ان احنا مش عارفين نعرف. عنده نجيلة وعنده شمس، ده الأب، وبرضه مش عارف القطة لقطة حلوة، ودي الأم. بكام يا عم الحاج؟ ب 3500. للأمانة الكلب من المواصفات دي، روح بص على الأهل الأول قبل أي كلام، روح بص على الأهل الأول. لو الاتنين أو واحد فيهم بظهر وواحد لأ، يبقى ده المفروض تمامه 2.5 مش 3.5. للأمانة أنا بتكلم في سعر، لأن هو اتكلم في سعر، فأنا شايف إن السعر هو حاطه شوية عالي. أنا كنت جايب جارو زي ده بالظبط، اللي هو ماكس، كنت جايبه ب 2.5، هو كان ب 3 بس اتعمل الواجب وبقى 2.5. فهو لو الجرو ده وماكس كان ابوه شو لاين وامه ورك لاين، فهو لو ده كده يبقى تمامه 2.5 على فكرة. ومن السمبلاوين في الدقهلية جايلنا الست هانم اللي احنا شايفينها دلوقتي دي، بجراويها عندهم دلوقتي حوالي 30 يوم، لسه مخلفة. نتيجة كويسة، نتيجة كويسة، وطبعا خاسة عشان اترضع بقى ومخلفة وبتاع، فهي على طبيعتها لما تظبط نفسها هتبقى أحلى من كده بكتير، بس هي على وضعها للأمانة كويسة. طيب ومعاها 8 جراوي، 5، استنى هقول لك. الجراوي عندهم زي ما قلت لك 30 يوم، 3 نوتي و5 ديكور الجراوي، ورمية تريهات بقى وألوان اللي هي ايه من اللي قلبك يحبها، تري كولر على بلاك، تري كولر على بلو، وفون مع أبيض وبلو، يعني مدلع الكلام خالص.
زي ما قلنا 5 بكرة وثلاث نوتي. أم الله أكبر عليها، حضانة زي ما أنت شايف. أنا مش عارف هو السعر اللي هو قايل لي عليه ده بقى مع الجراوي، ولا الجراوي بس، ولا الأم بالجراوي، ولا معرفش. بس هو المفروض الأم بالجراوي يعني. هو بيتكلم في 10,000 جنيه، وهو كده يعني بيعتبر أنت واخد الأم هدية بالسعر اللي هو بيتكلم فيه ده. أنت واخد الأم هدية. بص الألوانات بتاعت الجراوي اللي هم صلى على النبي. بص يعني الدم، الألوان، التقليب كويس. بس أنا بفضل أشوف فيديو جوازة الأب مع الأم. يعني هما حلوين وبتبولات على فكرة وممتازين، بس يعني اللي هو إيه، عشان تبقى الدنيا مرضية أحب أشوف برضه الدكر. كويسين ومش بشكك في حاجة، بس أشوف الدكر عشان برضه كي يطمئن قلبي مش أكتر. الجراوي تحف يعني، هو بص بيعرض لك جرو جرو حرفيا تحف بدون اي مبالغه وبدون اي، انا ما اعرفهوش تمام، بس الجراوي اللهم صل على النبي مفيش مانع اشوف الاب. الام زي ما انت شايف، اللهم صل على النبي اللهم بارك، يعني ربنا يبارك لصاحب نصيبه. نتايج زي دي تتفرخ برضو الدور الجاي على ذكر بولي اكس لارج. بولي اكس لارج مش بيت بول، هترمي لك بقى ايه احجام بعضلات بحركات كده من اللي احنا بنحبها يعني. ف كويسه كويسه وجراوي كويسه ما شاء الله، الله اكبر. اللي عايز يخلص في البيعه دي ب 10,000 جنيه، انا شايف ان هو كده جمله الجمله يعني، عارف اللي هو انت بتاخدهم بتراب مش بفلوس. 10,000 جنيه، 8 جراوي وام وفيها كلام، عشان برضو ايه تبقى تمام الدنيا معاك فيها كلام في السعر. الجوازة اللي انت شايفها دلوقتي دي من الاب البولي اكس لارج، لسه كنت بقولك بولي، ده دكر بولي بخط دم بقى اللي هو ايه عنيف جدا، تقليب حلاوة بشقاوة مطلوب. هو ده اللي احنا عايزينه، كلب يبقى حلو شكله حلو في نفس الوقت شرس بيموت بيفرتك. رمينا جراوي اللهم صل على النبي يعني دبابات زي ما انت شايف كده. ما قاليش بكام، ما قاليش مكانه فين، في حاجات كتير المفروض يقولها لي ما قالها ليش. بس يعني انا شايف ان هما يستاهلوا. تقريبا دي الام البيضه اللي على الوش دي الام، واللي جوه دي جرويه من جراوي. بكام بقى دي؟ بص البوليهات يعني الأم بولي والأب بولي إكس لارج، يعني ممكن نتكلم في الحتة مثلا بيطلع الكلام ده. بس طبعا الجراوي سنة مساخة دلوقتي فهتسمعك 4 و5، إنما لو هو صبر شوية هيبيع بأغلى من كده طبعا، لأن الجراوي مش هتبان دلوقتي، هتبتدي بقى تفرش وعظم يبان والكلام يبان قدام شوية مش دلوقتي. انا معرفش هو بيتكلم في كام زي ما قلت لك، بس البولي الدكر البولي دلوقتي مسمع معاك من 4,000 جنيه لحد 8,000 جنيه. والله بشوف كلاب بس على ايد الغاوي المشهور اللي هو بيبقى مشهور في الغية واخد بطولات بكلاب مثلا او حاجة زي كده، تسمع منه الجرو ب 15، والجرو النص واحدة عنده بيبقى طبعا نص واحدة بالنسبة له هيبقى بطل بالنسبة لنا احنا عامة الشعب، هيتكلم في الحتة ب 10. طيب الجراية انا والله انا شايفها كويسة، بس لو انت وريتهاني كده لوحدها انا هقول لك دي ب 2,000 جنيه بالكتير او ب 1,800، ادفع يا عم وافاصل معاك وخدها بال1,500 على وضعها. طبعا ليه؟ عشان الجراية دي في سن المساخ فمش باينة، فطالما مش باينة يبقى ده اللي بيتقال فيها. لو انت نزلت بيها لوحدها كده وما وريتنيش الاهالي دي انا هقول لك السعر اللي بقولهولك دلوقتي. فانا ما اعرفش هو السعر ايه، شوف هو الراجل هيقول لك سعرها كام، بس هي لو من ظهر الاهالي دي فهي انت ممتازة طبعا. طبعا في نهاية الفيديو احنا هنصلي على النبي تاني، قول عليه الصلاة والسلام. ده رقم الواتس الخاص بيا، لو حضرتك عايز تبعت لي اي حاجة اعرضها لك. يفضل لو هتبعت لي جار
الاهالي اهم حاجه. مطلوب مني بقى ايه؟ شويه حاجات، يعني زي ما في حاجات بعرضها في ناس طالبين مني حاجات ياما. اول حاجه يا سيدي، عايزين كلب يكون شرس بالفطره، ينفع للحراسه، من عنده من سنه لسنه ونص، مش مهم نوعه ايه، المهم يكون سعره من 1500 ل 2000، تقليب متوسط مش مشكله. بص، هو الطلب ماشي ماشي. في حد طالب مني برضو عايز جيرمان كينج سايز وبمواصفات كاملة، اللي هو شو لاين، ب 4000 جنيه، معاك لحد 4000 جنيه. ماشي، ممكن ده يلبي في جارو هنا، اللي هو الاهالي بتاعته او معرفش مين، كان بعدين معاه كلبين كده قاعدين على الارض، ده يلبي احتياجك. شوف برضو سعره ايه. طيب، عندنا الطلب الأخير، في حد عايز جرو فرنش ماستيف أو كورسو، عايز حاجة تقليب محترم. ماشي، ودي لازم أطلعها أنا بإيدي. ماشي، حاضر، تمام. الحاجة دي برضو دي عندي بقى هنا، يا إما الراجل بتاع مدينتي لو فارغ حاجة، اللي هو الراجل بتاع الفرنش ماستيف، الباشمهندس الراجل المحترم، لو فارغ حاجة، بس ما اظنش ان النتايج هايدة اليومين دول، هشوفوله يعني. الفرنش على ايدينا، الفرنش ماستر في النتايج بتفرخ حاجات حلوة، والراجل بيبيع من 8000 ل 10000 بالكتير، ما بيبالغش. المهم، دي الحاجات اللي كانت مطلوبة. وفي اخر طلب بقى، عايزين نتاية، لو حد عنده هنا في اسكندرية نتاية، عشان عايز اجوزها الماكس، عايز نتاية تكون بلاك ويت شرابات. بلاك ويت شرابات ده اسم التقليب بالشعبي، عشان بس هو اسمه كتالوج اسمه بلاك جاكيت، تمام، ويكون ماسكها مقفول، وديل مش مهم حتى لامس للأرض قبل الأرض، المهم يكون فوكسي شوية، للبيع أو للجواز. يعني اللي عايز يجوزها ماكس موجود، لو عايز يبيعها احنا نشتريها ونحطها مع أستاذ ماكس. فدي آخر حاجة كنت عايز أقولها، وطبعا الواتس زي ما قلت لك موجود أهو، احتجت أي حاجة تحت أمرك. صباحك فل، وسلام عليكم.